فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وجدت كتابا للتفسير موضوعا على لوحة معلقة في المدرسة، ويوحي أنه قد وجده شخص فرفعه، وقد كتب على هذا: وقف الوالدين. سؤاله: هل لي أن أخذه للاستفادة منه، أم يلزم أن أضعه في أحد المساجد، أم ماذا أصنع؟ يا أخي خله في مكانه، ما كلفك الله به، خله على لوحته في مكانه، ربما أن صاحبه يبي يجي لمه، ما تدري، أو محطه الواحد قال له مر عليه وخذه، خله في مكانه. نعم.